خليني اروح لزميلنا العزيز الاستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. برحب بيك يا استاذ محمد، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ؟ الله يخليك يا فندم. قراءتك ايه لما حدث اليوم من احداث كتيره، بدايه من البيان بتاع المتحدث العسكري والاوضاع في غزه وجلسه الامم المتحده؟ طبعا التصعيد اللي حصل على وجه الخصوص خلال يعني الثلاث ساعات الماضيه، تمام، ده كان في تقدير الشخصي نقطه تحول في مسار التصعيد اللي بدا منذ 7 اكتوبر. تمام. احنا بنتكلم على مستوى غير مسبوق من التصعيد العمليات الاسرائيلي داخل قطاع غزه. ابتدى بقطع منظومة الاتصالات في القطاع، بما يضمن طبعا عزل القطاع عن العالم وإخفاء الجرائم اللي بتتم بحق الشعب الفلسطيني في هذه الأثناء. بالتزامن مع ده طبعا تحركت إسرائيل، يعني وفقا للمعلومات الشحيحة المتاحة يعني حاليا، على أكثر من مستوى لقصف القطاع بالكامل. احنا حاليا بنتكلم عن قصف بيشمل كل مناطق القطاع، أكيد أكيد، مع التركيز طبعا على مناطق الشمال، ابتداء من القطاع الشمالي وبيت حانون وبيت لاهية، وصولا إلى مناطق الوسط سواء وادي غزة أو دير البلح، على اعتبار انه كان يعني مستهدف في الفترات الماضيه منذ بدء التصعيد انه يحصل تهجير لسكان هذه المناطق. تمام. نحو الجنوب، ناحيه منطقه رفح الفلسطينيه. تمام. فيبدو انه تصاعد القصف وتركيزه على يعني مناطق الشمال والوسط ياتي في هذا الاطار، فضلا عن انه يمكن قراءته على انه تمهيد لتغول بري يعني هيحصل في الساعات المقبله. تمام. كان اللافت يعني وفقا للمعلومات المتاحه حتى اللحظه انه القصف الاسرائيلي اليوم لم يقتصر على حدود القصف الجوي، لكن احنا بنتكلم على قصف مدفعي يعني، وتم تحريك الدبابات الاسرائيليه والمدفعيه الموجوده على الغلاف الحدودي لقطاع غزه. كمان تم تحريك البحريه الاسرائيليه والزوارق الحربيه اللي بتقوم بالتزامن مع ده بقصف القطاع. تمام. الحقيقه احنا عندنا مستوى تصعيد اسرائيلي غير مسبوق، بيتجاوز حتى الادعاءات والسرديه اللي بتروجها اسرائيل انه الهدف من العمليات هو الرد على من هذا التصعيد هو الرد على العمليات اللي حدثت في 7 اكتوبر، ووصل الامر الى اباده بتحصل بحق سكان قطاع غزه، خصوصا يعني في ضوء الكارثه الانسانيه اللي هتترتب على ده. احنا عندنا يعني الاطقم الطبيه مش عارفه حتى تتلقى الاغاثه خالص خالص خالص، حتى عربيات الاسعاف مش لاقيه بنزين، الناس مش لاقيه بتاع تضميد العمليات الجراحيه، الاكسجين مش موجود، التخدير مواد التخدير بيقول لك بيعملوا العمليات بدون مواد التخدير، وبعدين دلوقتي بقى فيش كهرباء خلاص، يبقى فيش ميه، ما فيش، لا الوضع في منتهى السوء يا استاذ محمد هناك، يعني ربنا يستر عليهم يعني. احنا بنتكلم على اولا تصعيد عملياتي غير مسبوق، بنتكلم على قطع لمنظومه الاتصال بما يترتب على ذلك يعني من تداعيات سلبيه على القطاع. تمام. عندنا عمليه حصار بتفرضها السلطات الاسرائيليه وتأزيم للاوضاع الانسانيه من خلال قطع الكهرباء، من خلال التعنت في ملف، هو خلاص المتحدث باسم جيش الاحتلال قال دلوقتي ان القوات البريه بتوسع عملياتها الليله، خلاص صحيح، هو القصف اللي حصل كان تمهيد ل والاستاذ يعني في البيت الابيض بيقول لك ليس لدي قدره على التنبؤ بمدى طول الصراع في الشرق الاوسط. الحقيقه احنا قدام مشهد مرتبك ومعقد جدا، والولايات المتحده اللي يعني صدر تصريحات عن البيت الابيض منذ قليل بتنفي مشاركتها في العمليه البريه. الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه كانت مشرفه منذ اليوم الاول على ما يحدث طبعا يا فندم، طبعا من خلال الدعم
السياسي المفتوح اللي قدمته للحكومه الاسرائيليه المتطرفه من خلال الدعم العسكري غير المسبوق اللي تم تقديمه للجانب الاسرائيلي، من خلال تعطيلها لمشاريع وقف الله ينور عليك النار الله ينور عليك كانت بتتم من يعني الحقيقه. ولولا لولا لولا امريكا لولا الولايات المتحده ما كانش في اسرائيل. صحيح صحيح ده صحيح. اشكرك. احنا بنتكلم عن اباده جماعيه بتحصل لسكان قطاع غزه برعايه امريكيه. اشكرك استاذ محمد. استاذ محمد فوزي زميلنا العزيز، واحد من الناس اللي متشرف بيهم دايما كده على عيننا وعلى راسنا. تغطيه هنا الامين العام للامم المتحده بيقول البؤس في غزه يزداد كل دقيقه وسكان القطاع يواجهون معاناه انسانيه غير مسبوقه. وزير خارجيه فلسطين وسفير فلسطين في الامم المتحده اتكلموا كتير النهارده، ومندوب فلسطين في الامم المتحده الحقيقه الناس دي اتكلمت كتير، وتسع وزراء عرب اتكلموا. والحقيقه الكلام ما بقاش منه فايده، لانه يعني انا شايف ان اللي بيحصل ده هو امر مرتب ما بين اسرائيل والولايات المتحده بالذات الدولتين دول. والدولتين دول انا شايف ان هم حتى ولو امتد الصراع لمئات السنين. يعني شوفوا امريكا وبريطانيا اكبر دولتين داعمتين لاسرائيل سنه 48 بتكلم على 75 سنه، لكن للنهارده في تذكير لهذا الامر، والنهارده في تاكيد لهذا الامر. امريكا بتعيد انتاج كراهيتها للعالم العربي وبتؤكد كراهيه العالم العربي للسياسه، انا بتكلم على السياسه الامريكيه، وفي نفس الوقت الجيش الاحتلال الاسرائيلي ودوله اسرائيل المغتصبه.